هو في الحقيقة من زمان لم أقم بعمل مسابقات للفوز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم إخوان الكرام؟ أحوالكم إن شاء الله تكونوا دائما بالخير والعافية. إن شاء الله اليوم إن شاء الله بحول الله سوف نقوم بعمل لكم مسابقة للفوز بدومين مدفوع، يعني دومين بالنطاق الذي تريد أنت، بالاسم الذي تريد، يعني ليس باختيار، يعني أنت تختار النوع وأنا سوف أقوم بشراء لك هذا الدومين أو أرسل لك لشراء هذا الدومين. كما أن المسابقة سوف يكون فيها 2 قوالب مدفوعة باللغة الأجنبية، يعني قوالب مدفوعة رائعة جدا سوف يفوز بها شخص واحد، يعني شخص واحد إذا في هذا العدد كله إذا اشترك في المسابقة سوف يفوز معنا شخص واحد بدومين و2 قوالب، و3 أشخاص كذلك سوف يفوزون فقط بقوالب مدفوعة أجنبية. وهذه المسابقة لها شروط طبعا. الشرط الأول وهو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، والشرط الثاني وهو ترك تعليق واحد، يعني إذا تركت تعليقين 2 تعليقين سوف يتم إقصاؤك من المسابقة وإن فزت، يعني يجب عليك أن تشترك في القناة وتقوم بتفعيل الجرس وأيضا ترك تعليق واحد فقط، اكتب ما تريد، المهم اترك تعليقا واحدا. أما بالنسبة للإعجاب فإذا ضغطت على الإعجاب أو نقرت على الإعجاب فهذا دعما لنا، بارك الله فيك، وهذا يزيد في همتنا في العمل في اليوتيوب، يعني الإعجاب بالفيديو ليس شرطا ولكن نحب ذلك. وأيضا إذا أردت متابعتي في الانستغرام سوف تجده في الوصف، أنا أقوم بنشر العديد من المنشورات المفيدة والتي سوف تفيدك في العمل، وأيضا أنشر أشياء لا أستطيع مشاركتها معكم في اليوتيوب، هناك أشياء كثيرة جدا. ومرحبا بكم عندي في الانستغرام. ومتى سوف أعلن عن الفائز؟ غالبا في شهر 11 يوم 2 أو يوم 3، المهم من يوم 1 2 3 على حسب البرنامج الذي أعمل في القناة، ولكن غالبا يوم 3 أو يوم 2 إن شاء الله في شهر 11. ونتمنى التوفيق للجميع، وطبعا إذا كنت من الخاسر لا تزعل أخي الكريم، فالمسابقات سوف تأتي، هناك مسابقات رائعة جدا جدا، ونتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.